بس يا رجالة دلوقتي معانا لعبة اسمها سبليت جيت. اللعبة دي نزلت 2019 وانا اما لعبتها بصراحة هي ما عجبتنيش، بس رجعت نزلتها تاني. حاليا ناس كتير بتتكلم عليها واللعبة اكتر من 12 مليون داونلود، فتقريبا هي اللي جاية. فانا لعبتها دلوقتي، اللعبة كويسة جدا ولقيت فعلا المالتي بلاير بتاعها لذيذ جدا وفيها مودات كتير، بس هي ناقصها بس ان هم يحطوا لها مود الباتل رويال. ولو الفيديو عجبك انزل اشترك في القناة وما تنساش تفعل لايك، وقلق مني يا زميلي لان هتلاقيني جالك من جنبك من ظهرك من وراك من خرف. بص يا زمول، دي اللعبة لو حبيت تضيف صاحبك هتيجي هنا وبعدين تيجي هنا، ده الاي دي بتاعي لو حبيت تضيفني ولا حاجة. فرضنا اللي احنا عايزين نضيف مثلا الشخص ده، هتيجي تاخد الاي دي بتاعه، هتيجي تاخده كوبي وهتيجي ايه هنا وهتقوم ايه بيست، بعد كده سند فريند ريكوست. تمام، هي اللعبة فيها كروس بلاي وفيها كل حاجة، يعني انت تلعب مع البي سي ومع الاكس بوكس مع البلاي ستيشن مع كل المنصات يعني. ماشي، ودي الاصدقاء، وهنا برضو بتوع الكروس بلاي هتلاقيهم هنا اللي هم المنصات التانية، يعني انت لو بلاي ستيشن او اكس بوكس هتلاقيهم هنا. ماشي، ودول ايه بتوع ستيم، دول البي سي. بس كده يلا بينا بقى ايه نشوف اللعبة دي عايزة مننا ايه. عندك بقى عندك الكاجوال والرانكد. ماشي تمام، احنا خلينا في الكاجوال. في هنا عندك مودات كتير، اللي انا بحبهم اللي هو التيم ديس ماتش والتيم بتاع دي بتاع الكوره دي، كل ما انت بتمسك الكوره بتعد، يعني مثلا حاول ان انت تاخد في المود ده، حاول ان انت تاخد الكوره وتستخبى بتعد سكور، فانت بتكسب انت وزمالك بتكسب بتعد سكور للفريق بتاعك، وده طبعا اللي كله بيضرب في بعضه. تمام، دول احلى 3 مودات يعني انا عاملهم. نخش نشوف بقى ايه الجيم. دول التيم اللي انا فيه، وده الاعداء، الاعداء الاشرار هنخلص عليهم ان شاء الله. خد يلا فريز سلام انت، ولا ولا خد جيم ستارتس ان 5 4. ايه يا عم انت بتزعل ايه، انت بتهددنا ولا ايه؟ 1 free for all. دي اسلحة بقى، بص دي ما بتكمل، ممكن بتاخدها بتغير سلاح لو انت حابب تغير، بس لما بتموت بيروح منك وترجع ايه تاخد السنايبر تاني او اي سلاح بقى بيطلع. هنا ما هو خد يلا لا لا مش من اولها. انت فين يا له؟ شفت القناصة اللي خدتها في بقي دي؟ ياه، ده انا الظاهر ان انا دخلت مع ناس مش تمام. بس انا اوريكم ده ايه، ده فاتي ده. يا راجل انت قاعد بقى، قاعد بقى انت تقفلم مع الناس يعني. ماشي، الفري فور اول ده خرا زفت. خد يلا فري سلام انت. لو انه زعل يا عم، طب استنى يا عم من موت التاني ده، انت غتت انت غتت يلا غتت يولو.
ورا ورا خد حيوان ليه الواد ده مش تمام. الواد بيست هانتر دوت انت فين؟ ايوه تعالى كمبر انت كمبر كمبر يالا السلاح ده براسته وقرف تفين جدك مات في 48 خالك مات في 56 معاه شوت جن جابها منين الشوت جن ده يا ام الملعب في حيوان فوق في حيوان فوق في حيوان فوق في حيوان فوق انفجر ايوه ايوه مين اللي 1 minute remaining بتعمل انت بتعمل انت ضحكت عليه ما انا مش هسيبك يا برو game over التالت ليه التالت يعني ليه عشان مسجل ما انا لو مش مسجل اطلع الاول يعني ليه التالت هي كده ظلم ظلم هي ماشيه ظلم وبس كده خلص الجيم وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات تانية قادمه